بعد إنجازه الباهر في أول مشاركة له بالدوري العام والمتمثل في حصوله على المركز الخامس، نادي الحمرية لكرة السلة يواصل استعداداته لمباراة شباب الأهلي في ثمن نهائي الكأس، والهدف مواصلة العزف على وتر التألق. براعم العنابي يحذوهم طموح كبير لتدوير صفحة جديدة في كتاب سلة الحمرية من بوابة شباب الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لاعب كرة السلة نادي الحمرية، والحمد لله خلصنا الدوري ونلعب على الكأس أول مباراة شباب الأهلي، وكل مباراة تختلف وكل مباراة تختلف عن الثاني، ونحن جاهزين. I'm ready for the game against شباب الأهلي، إن شاء الله بنلعب. السلام عليكم، أنا لاعب نادي الحمرية، إحنا إن شاء الله مستعدين لمباراة شباب الأهلي وإن شاء الله نفوز. بجدية كبيرة وحماس منقطع النظير يواصل نادي الحمرية تحضيراته لمباراة السبت، والكل عازم على رفع اسم العنابي عاليا في سماء الكرة البرتقالية.